انت ايه هي المنتجات اللي تبدا تلعب عليها وتلعب عليها ازاي؟ وايه المنتجات اللي تحط عليها خصم وايه المنتجات اللي ما تحطش عليها خصم؟ هو في حد بدا يقرا لي السوق؟ في حد بدا يتعامل ان هو يبدا يشوف الديماند بيقول ايه؟ المنافس بتاعي بيعمل ايه؟ مترو سعودي بيعمل ايه؟ هايبر كارفور بيعملوا ايه؟ انا عايز حد يبدا يقول لي جي بي اس بتاع السوق. في حد بيبدا يقول لي حركه المنافسين وحركه حتى المستهلك بتاعي. طب هو مين اللي بيعمل الدور ده؟ مين؟ ايه رايكم؟ مين اللي بيعمل الدور ده؟ كشاف. مين الكشاف؟ اللي هو الماركتنج ولا السبلاي تشين؟ ولا السيلز؟ أنا هو التسويق مش هو اللي بيعمل دعايه واعلانات؟ لا هو بيقول لي وهنا قالوا لنا ان التسويق ده هو بتاع الدعايه والاعلانات واللي بيعمل لك الاعلانات في السوق والبانرز ويعمل لك اعلانات على كوبي اكتوبر وبتاع الفيسبوك. بص في عندي جزء جوه الشركه بيعمل فانكشن اسمها ماركتنج. ماركتنج مش بيعمل دعايه واعلان، ماركتنج واحد بيقرا الماركت ماشي ازاي، بيقرا السوق بيتحرك ازاي، بيبدا يقول لي المنافس والمستهلك سلوكياتهم عامله ازاي. الشخص ده تسميه عندك ماركتنج، تسميه عندك سيلز، تسميه عندك سبلاي تشين، تسميه زي ما تسميه، بس او في بعض الشركات ممكن بيبقى الاونر حتى هو اللي بيعمل الكلام ده، بس هو في حد بيقرا لي سوق بالخبره بالداتا بالسيرفي باي كانت من الاشكال عشان يبدا يعمل ايه؟ عشان يبدا يتابع لي السوق بيتحرك ازاي؟ السوق بالنسبه لي خصائصه ايه؟ انا عايز حد يبدا يقول لي السوق ده بيطلع لا السوق ده بينزل، السوق ده فيه منافس دخل السوق ده فيه منافس خرج. انا عايز حد يقرا لي خصائص السوق ويبدا يشوف لي حركه السوق ماشيه ازاي. هو ايه الاشكال دي؟ ايه اشكال الرسومات المعقده دي؟ ده معقده هو ادفع من انت فاهم. هل تقدر تتعامل مع حاجه انت مش عارف خصائصها؟ هتقول لي لا. هتقول لي انا لو جبت موبايل محتاج ان انا اشوف المانيو بتاعه بيقول ايه؟ جبت ثلاجه جبت غساله محتاج اشوف المانيو بتاعه بيقول ايه؟ يا راجل يعني انت ماسك الكلام ده في الاجهزه ومش ماسك الكلام ده في شغلك يعني ايه؟ انا عايز حد يبدا يشوف لي خصائص الديماند. الديماند عندي ايه هي الخصائص بتاعته؟ من اهم الخصائص الموجوده في الديماند او في الطلب ما يسمى به سلوك طلب، باترن يعني سلوك، سلوك الطلب هو عباره عن قال لك ان السوق بالنسبه لي اي سوق في الدنيا له سلوك من اربع سلوكيات ما لهاش تاني. السلوك الاول ان انت في بعض الحاجات